الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد. في هذا اليوم المبارك قمنا بصلاة الاستسقاء، والاستسقاء معروفة من ناحية اللغوية هي طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى، وهذا لوقوع الجفاف في بلدنا. اليوم أقمنا بمسجد مسلم بعنابة البوني صلاة الاستسقاء لنرجو الله أن يرزقنا غيثا نافعا غير ضار. صلاة الاستسقاء بلدية البوني ولاية عنابة، ان شاء الله ما تقبلها الجميع ان شاء الله، ونطلب الرحمه من الله عز وجل، اللهم سقيا رحمه لا سقيا عذاب.